بسم الله الرحمن الرحيم. في هذا الفيديو غادي نديرو التتمة ديال الكيمياء العضوية، وغادي نطرقو دابا حاليا الوظائف. الوظائف عندنا أربعة اللي خصني نتعلموهم. عندنا مجموعة الكحولات جروب ديزالكول، مجموعة الأنيدريد الحين، الأسيد كاربوكسيليك، الإستيرات، والأحماض الكاربوكسيلية. فهمنا، تعلمنا كيفية تسمية الألكانات. دابا نشوفو الوظائف كيفاش كنسميوها. نبداو بمجموعة الكحولات جروب دالكول. جروب دالكول الصيغة العامة ديالو هي شناهي؟ ار او اش. الا قالوا لنا اش من مجموعه كينتمي ليها هذا الكحول، نقولوا ليه مجموعه الهيدروكسيل. باش كنعرف انا مجموعه الكحول باش بهذا او اش. هاد اش كنا كنسميوها على عقلتو ملي كانت كتلاقى مع ان ا، كنسميها هيدروكسيد الصوديوم. هيدروكسيل منين جات؟ جات من او اش. ملي كنديروا اش او موا، ايون الهيدروكسيد بالدال، بما انه جذر الكيل نحيد الدال وندير اللام، نسميه هيدروكسيل. جروب كاركتيريستيك ديدروكسيل. دابا لا نوموكلاتور، كيفيه التسميه. تسمية الألكانات كنسميوها على الشكل التالي: ألكان رقم واحد على وزن ألكانول، ياك، أو ألكان لانديس الرقم ديال أو أش فين جا بالضبط الموقع ديالو، وندير ليه أول. صافي مزيان. نبداو بالمثال، نبداو بأمثلة بسيطة وغادي نطلعو في النيفو. المثال الأول هو هذا اللي عندنا هنا، سي أش ثلاثة سي أش دو أو أش. أول حاجة خصني نختار أطول سلسلة كربونية التي تحتوي على أكبر عدد ممكن من الكربونات، اللي هي شحال هي هذه. ما تدخلش ليا هادي عافاك لان ما فيهاش الكربون. صافي، تلقي من هنا نبدا. نبدا من هنا لانه هذا مرتبط بالوظيفه اللي هو او اش، حتى هو جذر ولكن هنا نقدر نسميه وظيفه. اذا تلقي من نبدا من هنا، واحد جوج. عندي شي جذر؟ لا ما عنديش وليدات. الوغ نبدا بالتسميه باش بالالكان السلسله الرئيسيه. شحال من الكربون عندي هنا؟ جوج. ايطان الموقع ديال او اش فين جاني؟ جاني في الموقع واحد، في الكربون واحد. ها هو جاني في الموقع واحد، ايطان واحد اول على هذا الشكل هذا الله يرضي عليك. صافي فرنسا، ايطان تيغي رقم واحد اول. هذا الرقم ديالاش خاص باش؟ هذا الرقم هو الموقع ديالاش ديال او اش. جاني في الموقع واحد هنا، الا جاني او اش في الموقع واحد نقدر ندير كتابه بسيطه، ندغمها شتولي ايتانول. ايتانول ولكن ما عندي الحق نديرها الا اذا كان او اش في موقع واحد. خلاف ذلك لا، ما نديرهاش. خصني نعطي الموقع ديال او اش بالضبط في فين. دوزو المثال الثاني. مثال ثاني خصني نختار اطول سلسله كربونيه، هي شناهي؟ تحتوي على اكبر عدد ممكن من الكربونات، لا بلي لونغ شين كربونيك. شحال كربون عندي هنا؟ ثلاثة. هذا شنو هو؟ وظيفه او اش. تقييم الاخوان منين نبدا؟ يمكنش نبدا من هنا حيت او اش خصو ياخذ رقم واحد، اصغر رقم ممكن بحال الجذور. اذا ندير واحد جوج ثلاثة. صافي، عندي شي جذر؟ لا ما عنديش. اذا الى رديتو البال الوظائف دائما التسميات ديالهم والمواقع ديالهم كيجيو من الاخرين، الجذور يجيو من الاولين. مادام ما عنديش جذر غنبدا باش بالسلسله الرئيسيه. شحال من كربون؟ ثلاثه. بروبان واحد اول، علاش؟ حيت او اش جاني في الموقع واحد. نقدر ندغمها تولي بروبان اول لان او اش جاني في الموقع واحد. نفس الشيء بالنسبه لهذه، بروبان واحد اول، نقدر نسميها كذلك كمثال بروبانون. دابا غنهزو النيفو شويه، غنشوفو المثال الثالث. مثال ثالث، اطول سلسله كربونيه هي هذه. الا رديتو البال هنا او اش ما جانيش في الموقع واحد، جاني في الوسط. اذا هنا ما عندوش كربون. اذا اطول سلسله كربونيه اربعه الكربونات. دابا الترقيم، اما بدا من اليسار اما من اليمين. هذا بحال الجذر، يعني حتى هو خصو ياخذ اصغر رقم ممكن. الا بديت من اليمين او من اليسار غادي ياخذ رقم ثلاثه، بديت من اليمين غياخذ رقم جوج. اذا احتمال لنا الترقيم اللي نعتمد عليه هو من اليمين. اذا نقول واحد جوج ثلاثة أربعة. عندي جذر؟ لا ما عنديش. عندي وظيفة، وظيفة الترقيم ديالها حتى الاخر. اذا نبداو اطول سلسلة كربونية اللي هي شحال؟ بوتان، اربعة الكربونات. بوتان جوج اول. واش عندي الحق نقول بوتانول؟ لا ما عندكش الحق اولدي. علاش؟ انا اش جاك في الموقع اثنان. نفس العملية الاخوان، هنا كتحيدو او بوتان دو اول. نشوفو المثال الموالي، أطول سلسلة كربونية. عندنا جوج احتمالات، واحد جوج ثلاثة أربعة. احتمال تاني واحد جوج ثلاثة أربعة، هادو هما جوج احتمالات اللي كاينين. أختار لي ساهلة، هي شناهي؟ هي اللي بالنوار، هي هادي أطول سلسلة كربونية. هذا يعتبر ماذا؟ جر. هذا يعتبر ماذا؟ وظيفة. بجوج بيهم لحسن الحظ جاوني في نفس الموقع في نفس الكربون. إذا الترقيم لا نعتمد عليه من اليمين ولا من اليسار. إلا بديت من اليسار غيجيوني بجوج بهم في رقم ثلاثة، بديت من اليمين غيجيوني بجوج بهم في رقم جوج. إذا نعتمد الترقيم من اليمين.
باش غنبدا نبدا بالجذر هو الاول. الموقع ديالو فين جا؟ في الموقع اثنان، نقول دو ميتيل، السلسله الرئيسيه شحال؟ بيوتان، بوتان، او ارجاني في الموقع جوج، جوج اول، دو ميتيل بيوتان دو اول، هذه التسميه اللي غادي نعتمدوا عليها. صافي مزيان، شغلنا الاخوان. يلا مروا المثال الموالي. مثال موالي، اطول سلسله كربونيه شحال من احتمال عندي؟ وكنختار لكم الاحتمالات اللي كيكونوا فيهم اختلاف، فيهم مشاكل. يلا اطول سلسله كربونيه، نبداو اسيدي. احتمالات، واحد، جوج، ثلاثه، اربعه. احتمال اول. احتمال ثاني، نشوفوا، واحد، جوج، ثلاثه، اربعه. صافي، عندي احتمالين. السهله فيهم شكون هي؟ هي هذه اللي طويله. صافي، هذا يعتبر ماذا؟ يعتبر جذر، وهذه وظيفه، حتى هو جذر، ولكن الفرق ما بين هذه وهذه، هذا جذر وهذا وظيفه. مزيان. دابا الترقيم، الا بديت من اليسار اقرب جذر ياخذ رقم جوج، بديت من اليمين اقرب جذر ياخذ رقم جوج. هنا دو خوزه الاولى، ولكن غنى الاستاذ اكلتهم. اذا اش غنديروا؟ الوغ شكون غنغلب؟ واش الجذر ولا الوظيفه؟ الوظيفه الوليدات هي اللي غتغلب، هي اللي غتهيمن. اذا فين نعتمد؟ نعتمد الترقيم من اليمين وليس من اليسار. صافي، اذا الترقيم نبداه من اليمين، انا الوظيفه اللي غتغلب خصها تاخذ اصغر رقم ممكن. هذه الا جاوب جوج بهم في نفس الموقع، واحد، جوج، ثلاثة، أربعة. صافي مزيان. ألوغ باش كنبدا بالتسميات بالجذور، اش من موقع جاني هذا؟ جاني الموقع ثلاثة، ثلاثة ميتين. أطول سلسلة كربونية، بوتان، أربعة. وعاش فين جاني؟ في موقع جوج، جوج أول. ألوغ نقول ثلاثة ميتين بوتان جوج أول. هذه فيما يخص تسميات اش الكحولات. دابا غادي نمرو لأصناف الكحولات، وركزوا معايا على ذلكم. أصناف كحولات شحال عندي؟ ثلاثة. علاش ثلاثة؟ لأن الكربون أقصى حد عنده أربعة الروابط، واحد كيعطيه لما أو أش، شحال بقاو شيطين؟ ثلاثة. إذا عنده ثلاثة الأصناف، إما كحول أولي الكول بخيمار، كحول ثانوي الكول سكوندار، كحول ثالثي الكول تغسيار. مزيان، باش كنعرفهم باش كنميز بيناتهم. فاسيل. ألوغ نمشي للكربون الوظيفي، شكون هو الكربون الوظيفي؟ هو هذاك الكربون اللي لاصق مباشرة بالوظيفة. شكون الوظيفة؟ هي او اش، هو هذا غنلونوه بالاحمر. إلا رجعت الأمثلة السابقة راني هذا نصبغو بالاحمر، فهمنا؟ إذا هذا هو اللي لاصق او اش، كنشوف هذا الكربون واحد لاصق او اش، كنشوف الروابط الأخرى شحال من الكربون لاصق فيه، فهمنا؟ إلا شفنا هذا الكربون الكحول الأولي، هذا الكربون عنده هنا هيدروجين، هنا هيدروجين، هنا غاديكال. ملي كنقول لك غاديكال تقدر تكون سي اش 3، سي 2 اش 5، سلسلة طويلة، سلسلة قصيرة، سلسلة متفرعة، اللي كانت. المهم ملي كتبان لك ار هنايا، يعني كاين كربون، كربون تقدر تكون اللي كانت. إذا هذا الكربون بالضبط، هذا اللي بالأحمر، شحال من كربون داير به؟ داير به غير واحد، إذا كنسميه كحول أولي. هذا الكربون هذا، هذا بالضبط، شحال من كربون داير به؟ واحد هنا، واحد هنا. علاش درت ار ان ار دو ما درتش ار ار؟ حيت هذا يقدر يكون كيشبه لهذا، يقدر يكون مختلف عليه، ماشي بالضرورة. صافي، إذا داير به كربونين كحول ثانوي. هنا هذا الكربون الوظيفي شحال من كربون داير به؟ كحول ثالثي. علاش داير به ثلاثة الكربونات؟ تخوا غاديكو، ثلاثة الجذور. وغنشوفوا الأمثلة. كاين اللي كيعتمد على عدد الهيدروجينات، كيحسب عدد الهيدروجينات. أنا إلا حسبنا عدد الجذور، كل ما طلعت كل ما كيطلع الترتيب. جذر واحد كحول أولي، جذرين كحول ثانوي، ثلاث جذور كحول ثالثي. غنمشيو نشوفوا الأمثلة ديالنا. المثال الاول هو الامثله، نعتمد على الامثله اللي شفنا سابقا، ماشي شي حاجه كثيره. هذا هو اللي شفنا الاولاني، الكربون الوظيفي هو اللي مصبغ بالاحمر. علاش؟ حيت هو اللي لاصق او اش. شوفوا معايا في الفلاش هنا، جديت لهذه، جدرت ليها، فصلتها. هذا الكربون الوظيفي، هذه الهيدروجينات وزعتهم، هيدروجين فوق، هيدروجين تحت. اذا شحال من غاديكال عندي هنا؟ عندي غاديكال واحد، يعني هذا الكربون الوظيفي لاصق غير بكربون واحد. هنا هيدروجين، هنا هيدروجين، هنا او اش. اذا لما كيشبه، كيشبه لهذا، غنسميه كحول اولي، الكول بخيمار. مزيان، نشوفوا المثال الثاني. وهذا الكربون الوظيفي فينا هو هذا اللي بالاحمر، سير لي الكربون الوظيفي وزع دوك اللي مرتبطين به. او اش على اليمين، سي اش 2 سي اش 3 على اليسار، ها جوج هيدروجينات وحده الفوق وحده لتحت. اذا هذا الكربون شحال من كربون داير به؟ داير به واحد، ها هو مباشرة اللي لاصق فيه. هذا ما كيهمنيش، كيهمني اللي لاصق فيه مباشرة. اذا شحال من كربون؟ غاديكال واحد اللي هو هذا. اذا لما كيشبه هذا المثال الاول اللي هو شنو هو؟ كحول اول. شوفوا المثال الثاني، المثال الثالث شنو هو؟ نفس الامثله اللي خدينا سابقا. هو هذا
ها الكربون الوظيفي واللي لاصق في OH مباشرة، إذا وزع لي هذا CH 3 على اليمين، كما كيبان لكم في المثال هنا OH الفوق، هاد OH نزلتها لتحت CH 2 CH 3 على اليسار. إذا شحال من راديكال عندي هنا إخوان؟ عندي جوج R1 R2 أو لا R2 R1 اللي بغيتي. المهم هذه ماشي بالضرورة تساوي هذه، تقدر تكون كتبها لا تقدر تكون لا، ما كيهمناش. إذا شحال من كربون داير بهذا؟ جوج، واحد على اليمين واحد على اليسار، إذا اش كنسميه؟ كحول ثانوي. واش واحدة عندك هنا؟ غنشوفو المثال الثالث أو الرابع، الكربون الوظيفي هو هذا، غنوزعهم، غنمشي ندي هنا، صافي؟ إذا عندي سي اش تروا على اليمين، و اش لتحت، هاد اش غنطلعها الفوق ديال الكربون الوظيفي، و لاخر كنخليه كما هو. إذا شحال من كربون عندي هنا داير بالكربون الوظيفي؟ كربون فونكسيونيل هو هذا، ألوغ كربون على اليمين وكربون على اليسار هو هذا، مكيهمنيش هادو، المهم غير يكون لي لاصق فيه مباشرة. إذا الكحول كيدير الكول سيكوندار، كحول ثانوي. دابا غنمشيو نشوفو مثال أخير، هنا تشوفو هاد المثال، الكربون الوظيفي هو هذا، عندي سي اش تروا هنا، عندي سي اش تروا هنا، وعندي سي دو أس سي دو سي اش دو سي اش تروا، اللي هو سي دو أس سانك، مزيان. إذا شحال من كربون داير بعد؟ ها كربون، ها كربون، ها كربون، إذا لما كيشبه هو هذا، إذا شحال نسمي الكحول ثالثي أو الكول تيرسيير. هذا فيما يخص تسمية الكحولات والأصناف ديالها. من بعد غتشوفوا في الفيديو الجاي أحماض كربوكسيلية وأنيدريد الحمض والإسترات، حاول نفصلهم باش ما نطولش عليكم الفيديو. نتمنى من الله أنكم تكونوا استفدتوا معنا، شاركوا معنا باش يوصلكم أي جديد. الله يوفقكم.